واحنا بنتكلم من امبارح طبعا عن اهم خبر هو ابو بكر البغدادي، والحديث المستمر دائما عن كل من يغذي ويدعم الارهاب بما فيها وسائل الاتصالات الحديثه كلها، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصه بقى المواقع اللي ما كناش بنسمع عنها قبل كده، اللي هي ايضا اصبحت بتساهم بشكل او باخر في دعم الارهابيين عن طريق الشبكات دي. ومنها موقع اكيد حضراتكم هتستغربوا منه، هو موقع ابلكيشن تيك توك، تيك توك الصيني طبعا الموقع الشهير. والبرنامج ده على موبايلات ناس كتير جدا جدا في مصر، وخاصة الأطفال لأنهم مهووسين بيه. حضراتكم أكيد بتتابعوا الفيديوهات الأغاني المختلفة اللي بتشوفوها دايما، وده بقى يعني في تطور كده أنه مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابعة لدار الإفتاء المصرية، بيحذر الأسر المصرية من استخدام ولادهم للبرنامج ده. ليه بقى؟ هنعرف ليه بقى. لان في تحذيرات وحكايته ايه البرنامج ده، ان في ناس من تنظيمات ارهابيه بقوا بيستخدموه كوسيله لنشر فيديوهات بتروج ليهم، وفيديوهات بتحتوي على مشاهد مليانه دم وجثث ويعني وافعال داعشيه اجراميه. المهم ان الشركه المسؤوله دي عن التطبيق اول ما عرفت ده مسحت الحسابات اللي نشرت الفيديوهات دي، واللي بسببها ان مرصد الفتاوى التكفيريه التابع لدار الافتاء قال ان الانتشار السريع اللي حققه تيك توك خلاه هدف طبعا ثمين جدا للتنظيمات الارهابيه، بجانب كمان ان هو بيعتمد على الفيديوهات القصيره، وده اللي بيخلي الجماعات الارهابيه بتسعى لاستخدامه بشكل مكثف، وكمان ده بيبقى برمجه وتغيير لعقول الصغار. مش بس كده، معروف كمان ان هم بيبعتوا لبعض رسائل من خلال المواقع الاباحيه كمان، يعني هم مش سايبين حاجه، هم داخلين في كل المواقع اللي ما تخطرش على بالك اصلا ان يكون فيها تواصل ما بينهم وما بين بعض. بس طبعا الموقع ده في منتهى الاهميه، لانه بيتابعوا دلوقتي اكثر من 500 مليون بني آدم عبر العالم، ورغم أنه بيوصف المحتوى أحيانا بالمحتوى البسيط، أو يعني مش عايز أقول في اللفظ شوية يعني مزيكا وتقليد وحاجات كده ما فيهوش محتوى جدي، إلا أنه أصبح كمان عليه المحتوى الخطير ده. خلينا نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم مرة تانية. تخوض مصر اليوم معارك عديدة على جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب، وهناك معركة التنمية التي تبني مصر فيها حضارتها ومستقبلها حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين كافة الدول والشعوب، وهناك معركة الوعي والفكر وبناء الشخصية المصرية المدركة للتحديات الكبيرة التي تمر بها مصر. ولعل أهم هذه التحديات محاولة إيقاف مسيرة التنمية عن طريق التشكيك في مؤسسات الدولة ببث الشائعات والأكاذيب. والمصري الأصيل يعلم طبيعة هذه المعركة ويتحمل مسؤوليته تجاه وطنه، ولا يلتفت لما يروج له من أكاذيب من جهات وجماعات إرهابية لا تريد بنا وبوطننا إلا الشر. فعلينا أن نلتفت حول وطننا وجيشنا، وأن نحمي دولتنا، وأن نفديها بأرواحنا ودمائنا.